معنى كلمة أوغاريت، من وين جاي هالكلمة؟ أوغاريت أنا بعرف إنه أوغاريت هي حضارة لاذقية، يعني حضارة رأس شمرة. أبجدية أوغاريت معروفة من الأزل، هي الحضارة الأولى، حضارة الأبجدية. أوغاريت يمكن تعني الشمس أو شيء؟ جاني من أيام الفراعنة أو هيك شيء على الأغلب حسب معلوماتي. أوغاريت من جاي الكلمة؟ هلأ هي حضارة قديمة تمام، بس إنه معنى الكلمة بالضبط والله ما عندي فكرة. كلمة أوغاريت من توقع من اسم بنت، ما مش قادر أوصل لك الفكرة بالضبط كيف. أوغاريت هلأ أوغاريت معنى كلمة بالتاريخ قديمة، هي يعني مثل تدمر منطقة أثرية، بس معناها أوغاريت ما عندي فكرة. هلا أوغاريت نحن هون عنا أوغاريت، نحن مثلاً رأس شمرة، عنا رأس شمرة مثلاً حضارة قديمة، في كتير ما بيعرفوا بس نحن بنعرفها، بس إلى قيمة بذاتنا وبقلبنا غير كل الناس. أوغاريت آثار قديمة عنا.